كل واحد فينا بيكتسب اللغه ازاي وليه. فايدتها برضو ايه؟ ان انت تبقى عارف مدخل انك ازاي تبدا مع الطفل. كل مدخل من دول هيعلمك طريق، كل مدخل من دول هتلاقي فيه فايده. تمام؟ مداخل تفسير اكتساب اللغه. اول مدخل، تمام؟ اول مدخل مدخل سلوكي. مدخل سلوكي وهنقول معناه ايه؟ مدخل فطري، مدخل معرفي، مدخل بنائي، مدخل واقعي عملي اللي هو على ارض الواقع. تمام؟ مدخل عضوي اللي هو خاص بايه؟ بالتركيب العضوي بتاع الانسان، بتاع اعضاء النطق، بتاع المخ، بالحاجات العضويه يعني. تمام؟ خلاص؟
ما نبدأش بيه أبدا، ممنوع. تمام؟ يبقى التدعيم، دي كلمة مهمة، التدعيم والتعبيد يؤدي إلى إيه؟ التسجيل. خلاص؟ طيب طبعا زي ما انتم عارفين ان كل حاجه في الدنيا لها ايه؟ لها مدارس وليها ناس يدرسوا فيها، فكل بتوع بقى المدخل الفطري بيقول بياكدوا ان الطفل يولد ولديه الاجهزه الفسيولوجيه الاساسيه التي تمكنه من فهم الكلام وممارسته بشرط الاستثاره اللغويه من المحيطين به. طيب ايه رايكم في الكلام ده؟ ممكن ايه؟ ممكن لكن مش في المطلق. ليه؟ لان الطفل هو بيقول هنا من ناحيه الفسيولوجيه الاساسيه، لا الاجهزه الفسيولوجيه الاساسيه لا بتختلف قدرات الدماغ. ممكن يكون عندي عقه او وممكن عقه عضويه وسببت خلل نفسي، سببت كذا، فلا تواصل بأي كان من طرق اللغة اللي احنا تعلمناها.
اي حاجه من اللغه دي بتعمل له تنميه ذكائه، تنميه خبراته، تنميه معلوماته، فبالتالي ينمو معدل ذكائه. يبقى الكلام ده مظبوط صح كده؟ حد بعد المداخل دي في حاجه مهمه جدا 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 عاوزه حضراتكم تعرفوها في بعد دي، تمام؟ الحاجه المهمه جدا دي هتساعدك في معرفه النمو اللغوي للطفل لابن انت او بنتك، هي نموها اللغوي صح ولا غلط؟ هتعرفوا كده ايه بعد دي. طيب المدخل البدائي يعبر عن تدرج مراحل النطق او الكلام، الطفل لا ينطق جمله مرة واحدة. طبعا طبيعي ان مفيش طفل في الدنيا قال انا اشرب الماء، انا اسمي فلان، مفيش طفل في الدنيا قال الجملة دي، ولكن يبدأ بكلمات ذات مقطع واحد ثم مقطعين ثم جمل، اي من الاسهل الى الاصعب. تمام كده؟ خلاص؟ طيب دلوقتي الطفل بيبدا فعلا بكلمه ذات مقطع واحد. لا هو بيقول بقى ايوه، ما ناخدش الحاجه مسلم بيها، ماشي؟ احنا نناقش الكلام اللي بنشوفه ونعرضه على عقلنا ونعرضه على الواقع اللي احنا عايشين فيه، لان فعلا على الواقع اللي احنا عايشينه ما ناخدش حاجه مسلمه يا جماعه. ما اللي بيقول الكلام ده بني ادم وبشر تانيين، احنا عايشين في الواقع فنشوف الكلام هل يتناسب فعلا ما اللي احنا عايشينه وعارفينه؟ لا، احنا بنشوف الطفل اول ما بيقول بيناغي، ماشي؟ بيقول الحروف ملهاش معنى. احنا اما هتيجي تعلم بعد كده تعلم الطفل اللي ما بيتكلمش، ماشي؟ وتقول له مثلا ميه. اذا قعدت تقول له ميه ميه ميه، ماشي؟ وهو عنده مشكله في التعافي السمعيه قبل اللغة، يعني ما يعرفش يتكلم خالص. قبل اللغة يعني ما بيعرفش يتكلم خالص. تمام؟ لما تقعد تقول له مية 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 مية، ساعات بيقول لك وتقول الميم فضل وعدل وعدل. ساعتها هتحس إن أنت بدأت رحلة التجارب. تمام؟ لما يقول ما ما ماشي؟ شوية كده هيقول مية. مي مي مية ما كده. تمام؟ باب الطفل اللي قبل اللي عنده علاقه سمعيه قبل اللغه ببدا معاه اقول له باب، مش باب، باب. بيقول باب بعدها على طول بيقول لي باب. ما تيأش، الطفل دايما ما بيبداش بكلمه، عمر ما في طفل في الدنيا بيبدا بكلمه. طفل يبدا بحرف، يبدا بملاغاه وبعدين يحاول يقلد الحروف وبعدين يركب كلمات بسيطه وبعدين الجزء نفسه. لكن مفيش طفل ابدا 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 بيبدا بكلمه خالص. خلاص؟ المدخل الواقعي او العمل، تمام؟ الطفل لا يستطيع الكلام مره واحده ولكن يحتاج الى ممارسه. والطفل يتعلم اللغه بيعبر عن احتياجاته للاخرين. شيء طبيعي. شيء ايه؟ طبيعي. ده طبيعي. مفيش طفل اتعلم الكلام مره واحده. صح كده؟ الطفل يعني حاجه احتاجها عايز يشرب، ماشي؟ وهيموت من العطش، بيضطر بقى انه يقول انبوب ميه زي ما هو عايز يقول بيه، بيضطر. ليه؟ لان هو بيحتاج الحاجه اللي هو بيحتاجها ليعبر عن احتياجاته، وبينطق عشان يعبر عن احتياجاته. بيقول بابا ليه؟ بيقول بابا ليه وماما ليه؟ اول ما الطفل بينطق اول حاجه بيقول يا بيقول بابا يا بيقول ماما. ليه؟ لانه بيحب بابا، بيحب ماما. هو ليه يعني؟ وعايز بابا وعايز ماما، فده احتياج. هو بيعبر عن احتياجه الداخلي، تمام؟ فأي حاجة كلمة الطفل بيقولها بتعبر عن احتياجه، عشان كده لما هتيجي تتدرب عملي وما هتيجي تتعلم الطفل انه يتكلم، هيقوم مش هيرضى يتكلم. بالنسبة ليا في الشغل بتاعي أنا عايز أعلم طفل
يقول مية مثلا، يقول بونبوني، عند طفل بيمص البونبوني، عند طفل المية البونبوني، علشان احط مسكار كده قول عاوز دي قول ماشي، يعيط عشان حط وزع دماغه في الحيطة ويعض ايديه، عنده توحد بيقاوم التواصل، ما هوش عايز يتواصل. اجبريه، اجبره على التواصل، الحاجة اللي بتحبها اهي عايزها خدها قول المية، يا اما يقول قش وبعدها يقول قش، يا اما يقول مية ما اي حاجة تمام اهي، انت عشان تاخد كوباية المية. يعني تخيلوا ان طفل توحد كامل ويعيط ويخبط وهيتعنطط قدامك، هتستجيب له وتسيبه بقى يسكت؟ لا طبعا. عايز الميه قول ميه، رمى نفسه الارض وعيط وعض ايده، لان طفل التوحد اي طفل مش عايز يتواصل فيه بيعض ايده، فيه عندي بيخبط دماغه في الحيطه كده، حالات كتير. وعايز مهمته مش عايز يتواصل، عايز يفضل في العالم اللي هو بيحبه اللي هو عالم التوحد والعزله تمام. انت بتجريهم العالم ده ماشي. برضو ارجع واقول مش هينطق الا اذا كان بيحبك، وانت ما تقولي له كده يعني انطق. يعني انا لما بقعد اقول له مش هتاخد الميه لما تكون ميه، قبلها انا عندي اوضه فيها مرجيحه، يعني هبقى اوري البنات الصبح بتاعتي دلوقتي بس مفكروني بعدها، انا بقعد على المرجيحه وقعد طفل التوحد على رجلي ومرجحه، وهو بقى بعد كده هو اللي بيطلب ماشي، مرجيحه ويتمرجح والحاجات دي والحصان وكل الالعاب دي، يعني اول حبيبيه فيه. وبعدين قولي له ميه، لو هو مش بيحبك ومش متواصل معاكي مش هينطق ماشي. انت بتكره الميه وبتزعليه، ده مش عايزاه ينطق، قول هو بس هو بيحب فيحاول ينطق. عشان يعني انا الولد بيعض ايده وبيعمل الحاجات دي، قول عشان تشرب، هو بيحبني جدا وعايز ودايما يشدني من ايدي ويقعدني على المرتاح عشان يتمرن تمام. فلما جيت اقول له بقى قول ميه، الاول قومني وعض ايده وعارف ان انا بحبه فهيصعب عليا، فعض ايده بس ايه ما استجابش. المهم في الاخر قال ما ما حد قال ما طفل ما يعرفه خلاص بدا ينفع ساعد بقلبي بس. ايوه وبعدين ساعد بقلبي ما عارفين اعمل ايه؟ كسف راح اعمل كده، كسف جدا والله. فحاجة جميلة، بيبقى انجاز جميل جدا تمام؟ بس برضه لازم يكون بيحبك من الاول. لازم يكون في فصول تواصل من الاول تمام؟ أول ما يبدأ يديك إن شاء الله حرف هيقول الباقي. هيقول الباقي صدقوني. بس ساعة ما يقول لك الحرف اللي أنت مصمم إنه يقوله أو يعني ابدأ خد بقى المية، شاطر برافو، واخد حضني وكده واعمل له بقى ايه؟ يبقى هو عبر عن احتياجه بايه؟ عن احتياجه تمام؟ هو بيعبر عن احتياجه للاخرين، مش هيتكلم الا اذا احتاج الحاجات دي ماشي؟ فلازم تعطشيه. وانا بقول للامهات عايز سندوتش تديلوه، حطي البونبوني فوق وقول لهم انتش واخد اللي هقوله، هات وخد تمام. هات وخد دي انا برضه بقول للامهات قولوا هات خد، عايز حاجه اقول له قول لي هات، ما يقولش ما تدهلوش، ما يقول لك هات يقعد يعيط برضه لحد في الاخر، تلاقيه فجاه اللي من الواد اللي ما بيتكلمش خالص قال لك هات، لانه محتاج، هو محتاج البونبوني، محتاج يشرب، محتاج ياكل، فهينطق تمام. حببه فيه ودربه هينط تمام يا جماعه. لو طول خليكي معايا. لا مش قصدي يعني لو الام زي بالنسبه للام احنا ممكن عشان جلسه او كده الوقت بقى لا يعني لو حب لا لا ساعات ساعات تدربيها على حاجه واحده شخص كامل وخصوصا بشخص واحد. انا مش قصدي يعني انا عارفه يعني احنا مثلا ساعه او اثنين، بس بالنسبه للام في البيت مثلا ضغط عليها في كاسه الميه او شرب ومصره على كده مش هيأذيني. لا مش أذيني خالص ولا ولا اذيه ليك خالص خالص خالص. قول هات هديها تمام. قلت لها اقفلي باب المطبخ وعايز يشرب بدل عيون ميه تمام. غصب عنه هيقولها ليه؟ قال والله قال، انت مش بتقسي عليه، انت بتعلمي. المهم انك ما تضربيش، المهم انك ما تبشريش في وشه، ما تحسسيش انك كرهاه ومتضايقه منه وزهقت منه تمام.
تحسسني انك بتحبيه وان في حد. حد ما خلاص انت حر، هو فاهمه بس هو فرحان بالعالم بتاعه مش عايز يتكلم زي الاولاد الصغيرين العاديين اللي بتقولي لهم مثلا لو غلط كده ما لا بس بيقولوا في الاخر عشان دي المعادله بس علشان عارف ان ده هيضره في حاجه او في حاجه هياخدها لازم دايما يبقى فيه معزز. معزز بالنسبه للطفل بالنسبه للغه احتياجه للحاجه دي، واحتياجه للحاجه دي معزز له. ما هو لو نطق هيجي له الحاجه اللي هو عايزها، صح ولا لا؟ فدي معزز، دي برضه من ضمن المعززات الايجابيه، صح؟ يبقى الام لا يا حبيبتي ما هي بصي مش قدر ده اسمه حل. حل وبعدين تقدر يلا بقى نبقى حنينين عليهم ونسيبهم ما ينطقوش. انا بقول لك ابني بصور تواصل لعبيه واتبسط وحببيه فيكي وبعدين ضربي وانت حاسمه معاه كده قوي ومش هدي لك الا اذا اتكلمت عطشان ويخبط ويزنزع وانت عارفه انه عطشان مش هيموت يا حبيبتي من العطش، ما هوش ميت ماشي. وسط ما انت حاسمه وتقول له قول لو ما خدتش مش لو ما قلتش مش هتاخد ميه تمام. هو ده كله طبطبي عليه وخدي الحزن وقولوا لي حبيبي اتكلمي يا حبيبي انا عايزاك كده مرونه خليك كاخصائي مرن وخليك كام مرن صح؟ طب هو عشان غرفه التخرج انا بشوف ان في كذا طفل بيبقوا غلط 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 يا جماعه المراكز يعني المركز ده غلط طبعا. ايوه طبعا يا حبيبتي ما تقدرش تهتمي بكل ما انا حاسه لا مش كمان ايه حتى لو شان كده ده لو شان حتى لو كل واحد بيخش على بعض اه صح كمان ده كتير زمان لو كل واحد عنده اخصائي خاص ليه لا برضه يا حبيبتي غلط الصح ان كل طفل يبقى لوحده بجد تحافظ يعني زي ما قلنا هنا غرفه فيها مكتب وكرسيين كرسي للطفل وكرسي للمدرس. بصي هقول لك احنا انا عندي المركز بعمل ايه؟ ببدا مع الطفل تحافظ لحد ما يبدا خلاص بدا يتكلم. بدات معاه مجموعات ضمنيه قال اداء الجسم قال التفاح قال كذا قال حاجات كتير في نفس الوقت بدرب طفل تاني لحد ما وصلنا الاثنين كده بعض ماشي. طفل تاني بنت ابتدت بنت وبنتين كان ولدين اول الوبين ايه المشكله تمام. بس اهم حاجه ان انت دربتيهم هما الاثنين ده فردي وده فردي لحد ما يوصلوا الاثنين لنفس المستوى. عارفين ايه اللي بيحصل بعد كده؟ بتقعدوهم الاثنين في مكان واحد وده حاصل عندي بيحصل تنافس كبير جدا ماشي. انا عندي رحمه فاطمه شوقيه وفقدت السمع والبصر قبل اللغه اللي انا قلت قبل اللغه تمام. حمى شوقيه قبل اللغه كارثه يعني ما اتكلمتش خالص ما تعرفش اللغه وجياني عشان تقولها قولي اه تفتح لك بقها بس قولي ما تعمل هي مفكره ان هي بتتكلم هي مفكره كده تعمل بقها كده حرف الميم وتفتح بس تمام. تمرينات الايه النفخ واللسان والحاجات دي والغرغره والمضمضه وكل ده بتبقى قد ايه التمرين ده؟ لا ده ما بقول لك كل حاله ليها حاجتها. هتقعدي مع ده شهر 2 3 4 5 مع ده شهر 6 7 المهم ان ما انت مش هيبقى عندك حاله وحاله انا عايزه اوصل دول لبعض. لا انت عندك حاله شغاله معاكي عندك مجموعه حالات شغاله وانت بتشتغلي مع ده ومع ده ومع ده ماشي هتلاقي ده وصل لده هتروحوا قعدوها مع بعض. لكن ممنوع الشباك يا رجاله هتلاقي انت في وسط الحالات اصل المركز ده بقى فيه مجهود كتير يعني غرفه واحده لا غرفه واحده غلط غلط ومش هيتعلموا حاجه غلط. بيجمع ضعاف السمع مع بعض بيجمع لا بصي التخاطب فردي في الاول لازم يبقى فردي بعد كده اما يبداوا ينطقوا يبداوا يعني يمشوا حتى في ظهرنا لا تبداي تدمجيهم يبقى لها شروط الدمج لها شروط معينه اقولها بعدين لكن ما ينفعش خالص ان احنا نقعدهم مع بعض ازاي يا جماعه ازاي طفل عنده حاله مراقب قوقعه فبيسمع اصلا الحروف غلط
وطفل مركب سماعه هيسمعك كويس تمام. بتاع السماعه ده هتقول له عنده مشاكل اللغه وعنده، بس انت هتقول له الحرف بيتصرف صح تمام، لكن التاني ده مشكله. فازاي حرام عليك انت كده بتظلمه، والمراكز اللي بتعمل كده غلط غلط جدا. لا غلط مفيش نتيجه، هم كلها هم الفلوس. الفلوس هو يا دكتورة معلش بس اسال سؤال، اتفضل. هو راح للحبل، الحبل الكرسي عشان الطفل اللي بيتحرك ده صح ولا غلط؟ يعني ايه رايكم؟ معرفش يعني الطفل اللي عنده فرط حركه وعلشان ما يتحركش. اقول لك يا حبيبتي هما دي حاجه ايه يدوي، هي بتتعمل احنا بنعملها. يعني انا عندي في المركز الديسك بتاع الطفل يبقى ايه محوط عليه، يا اما الديسك بيبقى كده محوط على الطفل وهو قاعد جوه وانت قاعده هنا، انت كرسيكي ما يكونش ليه ايدين. اسمعوني يا جماعه، كرسي الاخصائي ما بيبقاش له ايدين. ليه؟ لان الاخصائي حركته يقوم يتحرك، الولد يتحرك ده كده هيقوم يجيب لعبه هيقوم يعمل. فالاخصائي كرسيه ملوش ايدين، الولد بيبقى يا اما الديسك الكرسي اللي قاعد فيه له ايدين ومزنوق في الديسك، يا اما الديسك نفسه محوط على الولد وايه وبرده الكرسي ليه ايدين عشان ما يقومش. هما بقى بيعملوا دي حاجه يدوي، واخد بالك؟ عشان ما يكلفوش نفسهم فبيربطوا العيل او بيعملوا حد او بس غلط. بس بصي هو بحسهم بيعذبوه لان ايه؟ هو مربوط كده في نفسه طريقه مش ادميه. مش ادميه خالص. يعني غلط 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 عشان هم قالوا ان ده اسلوب علاج على شكل. لا لا علاج علاج هم اللي عايزين يتعالجوا. علاج بصي حبيبتي هم هو هما خدوا طريقه وعملوها بحاجه ايه يدوي كده، حاجه مش حلوه دي بقى اللي بتعمل. عارفين زي ايه؟ عارفه خد البلاستيك الابيض؟ عارفه زي ايه؟ زي ايه؟ بس ما بيعملش فايده، ما بيعملش اي فايده يا جماعه. انت بتقول اهو الطفل بيجرجر الكرسي مش ليه وبيقع بقى وهو مش ينفع. لا ينفع. والطفل الصغير اللي عنده سنه ونص، سنه وتسع شهور، سنتين، انا ما بقعدش ما بقعدوش على ديسك ساعات التخاطب، ما بقعدوش على ديسك خالص لان صغير قد كده. هنا طبيعي قد كده هقعده على ديسك وانا قاعده هنا وبيني وبينه مش هيبان. مش هيبان، مفيش تواصل بيني وبينه. انا بروح شايله الطفل على قدامي على الترابيزه على ديسك ورجليه، بس الطفل صغير نونو ماسك، ببقى قاعده قصاده كده وبقعد بقى العب معاه شويه نتكلم شويه تمام. كده عشان بس التواصل الجانبي بين التواصل البصري، التواصل اللي هتخدميه هتبوسيه هتضحكي معاه، كل الحاجات اللي هتحبب الطفل في الشغل. الصغيرين بالذات لو كبير ماشي لكن الصغير اربطوه. انت عارفه طب هي عاملين حبيبتي ايه بقى؟ انت عارفه الدكتوره بيبقى كذا حد، فتخيل انت العلم روح حرام عليهم والنيل من كده حرام عليهم. انا بتاع الفراعنه بتاع الفراعنه مراكز منها حرام عليك. على فكره لو كان في رقم في كتير لا بجد انا تعاملت يعني على فكره لو جاء اشراف عليهم هيروحوا في 60 ده طبعا مش هيروحوا في سنه متاكده ان لا في ترخيص ويعملوا كده. على فكره لو جالهم اي حد هيتلغى الترخيص وهيتجازوا. ايه ده اللي هم بيعملوه ده؟ والله انا رحت في كتير وما بين الكرسي ومحدش بيتعامل معاه اصلا. ليه؟ ايه معرفش. ولما حبيت اتعامل معاه واشوفه خيب الدنيا تفاصل يعني بيعمل افعال عنف، فاكرين ما مظبوطوها يعملوا كده ده عنف ده هي يعني ده يعني هو خليته جنبي. انا التوحد طفل التوحد يا جماعه له معامله بتطلعوا خالص من حد التوحد. برامج ان شاء الله ان شاء الله لما نبدا دوره التوحد في برامج كتير، في برنامج لوغاس، في برنامج تيتش، في برنامج بيتس، في برنامج سان رايز اللي هو احدث حاجه دلوقتي على مستوى العالم، في برنامج جديد دكتوره مصريه اخترعته يعني عده برامج. انا قاريه ده كله وشغاله عندي في المركز. ده بقى ايه؟ مرونه الاخصائي. ان انا كل طفل ببقى مرونة بعمل معاه الحاجة اللي تنفع معاه، لأن التوحد درجات، والتوحد ده عايش في بيئة كذا وده عايش في بيئة كذا وده طفل كذا. وإن
مش بنلاقي حاجه شبه التانيه خالص، ولا في التخاطب ولا في تعديل السلوك ولا في، واثنين عناديين وده له طريقه وده له طريقه. فما فيش حاجه اسمها ان الطفل يتربط في كرسي حرام حرام. يبقى الطفل بيعبر بيقول اللغه عشان يعبر عن احتياجه اللي هي تعتبر ايه؟ معزز ايجابي له، لانه هو بيجيله الحاجه اللي هو بيحبها، اللي هو يمنوني، عايز يشرب، عايز ينام، عايز ياكل، عايز يخرج، اي حاجه. خلاص؟ المدخل العضوي طبعا زي ما احنا متوقعين العضوي من الاعضاء، العضوي من ايه؟ من الاعضاء. بيقول لك المخ يحتوي على نصفين، نصفين كرويين، تمام؟ ايمن وايسر، بهم مراكز الكلام، وان كانت تتركز في الايسر اكثر عن النصف الايه؟ الايمن. وبمرور الوقت يقوم الطفل بتوصيل مركزين ببعضهم فتكتمل الشبكه التي تؤدي الى ايه؟ اكتساب كامل للغه. وده احنا عرفناه في الذبذبات والنبضات العصبيه اللي القوقعه بتحول الموجات الى نبضات عصبيه تبعتها للنصف الايمن والنصف الايسر، تمام؟ حيث يحولها المخ الى لغه مفهومه يفهم وعيد الانتقال. خلاص كده؟ تطور اللغة عند الطفل، تمام؟ انت ازاي حضرتك او حضرتك
تعرف ان ابنك قبل اي شيء او بنتك تطوره اللغوي مظبوط. ما انصحكوش تكتبوا ده على فكره، انا انصحكوا تكتبوا اللي هقول لكم تكتبوه اكتبوه تمام؟ لان ده مش واقعي. طب نفصل مش واقعي. طب كيف الواقعي هيجي دلوقتي وده اللي انا عايزاه تكتبوه. تحفظيه صح. ليه؟ لان هيفيدك كام وكاب وهيفيدك كاخصائي. ليه؟ لان الطفل هيجيلك هتسال الوالده او الوالد الحاجات دي جبتك واحد اثنين ثلاثه اربعه هتعرف الطفل اتطور وتطور لغوي وشكله ايه؟ هل تطور لغوي سليم ولا في خلل؟ تمام؟ الخلل ده ساعات بيدل على خلل في الروح تفاقم عقلي تروح انت موجهه التطور اللغوي ده بيعرفك اذا كان الطفل عنده خلل منك. لان ايه؟ هنا جانب الايسر هنا مخه في خلل. ساعات في اطفال عندهم شلل في الجلوس او شلل في المخ شلل موجودي او ساعات من ايه؟ من فك الولاده بيجي له نقص اكسجين تمام؟ بيجي له نقص اكسجين من اكثر بتاع الثلاث اجزاء جدا جدا تلاقي اطفال كتير بسبب كثره ولاده تمام كده؟ يبقى مراحل تطور اللغه عند الطفل في التصنيف الاول بيقول لك كلمه واحده كلمتين ثلاث كلمات ده تصنيف. التصنيف الثاني بيقول جمله الجغرافيه. جمله الجغرافيه يعني ايه؟ مثلا اي حاجه عشر بدل ما يقول انا عايز اشرب جمله تلغرافيه اشرب تمام؟ او جمل بسيطه وجمل يعني ايه اللي بيقول لك ابدا بجمله تلغرافيه وده طبعا مش طبيعي. يعني انتوا حتى في حياتكم مفيش طفل ابدا بيبدا يقول جمله تلغرافيه خالص. ده الجمله التلغرافيه صعبه جدا من اصعب الجمل ان انت هتكثف طلبك بحاجه واحده تمام؟ فالتصنيف الثاني بيقول ان الطفل بيبدا بجمله تلغرافيه، جمله بسيطه، جمله مركبه، جمله ايه؟ معقده. لا ما التصنيف الاول والثاني لا هو ده. هو ده التصنيف الصح. تمام؟ ده اللي اتفضلوا فيه. يعني الاول والثاني ده مش واقعي مش واقعي ماشي. بصي هو ده التصنيف ده الواقعي. انت في الواقع وفي الحياه هتلاقي التصنيف ده هو الحقيقي. هو ده اللي هتسالي ام الطفل ابنك عمل كذا عمل. طب ليه بتبقى عند الشهور ايوه الايام كل حاجه مكتوبه عندنا تمام؟ يعني احنا طبيعي ماشي. وهو التصنيف الثالث هو الاقرب للتطور الفعلي للغه عند الطفل. صيحه الميلاد اول حاجه الطفل بيعملها طبيعي. يعني احنا من خبرتنا الفعليه اول حاجه الطفل بيعملها اول ما بيتولد انه بيصرخ. صرخه الميلاد دي اول لغه في حياه الطفل. اول حاجه التطور لغه وهي تؤكد ان الهواء دخل الرئتين وخروج الصوت. واخدين بالكم يا جماعه؟ عشان كده بيضربوه على ظهره حتى عشان ايه؟ يصوت ويعيط والحاجات دي. صرخة الميلاد دي تؤكد ان الهواء دخل الرئتين. بدون هذه الصرخة بيبقى الطفل مفيش هواء دخل الرئتين بدون. كون الهواء دخل الرئتين هو اول ما اتولد ما كانش فيه هواء في الرئتين. ما يعرفش اي حاجة من الحاجات اللي في الحياة. لكن اول ما الهواء بيدخل الرئتين فبتطلع صرخة الميلاد التي هي عبارة عن ايه؟ عن خروج الصوت. الصرخة دي خروج صوت من الطفل تمام؟ مرحلة الصراخ اللي هي العياط ان هو يعيط ويوقع والحاجات دي يوم يا جماعة شهرين. من يوم لشهرين. ده حاجة فعلية وحاجة واقعية وكلنا جربنا ده ان الطفل من يوم لشهرين ما بيصدرش اي حاجه خالص غير انه يبكي. لا بيناغي ولا بيطلع حروف ولا اي حاجه. كل اللي بيعمله في حياته انه يعيط. جعان يعيط، شبعان يعيط،
عايز ينام يعني، عمل ايه يعني، عنده مرض يعني. اه يبقى من يوم لشهرين عندكم تحفظوا ديسمبر، عندكم تحفظوا ديسمبر تمام. يبقى مرحله الصراخ اللي هي من يوم لشهرين. مرحله الاصوات العشوائيه، الاصوات العشوائيه تمام، من شهرين لثلاث شهور اللي هي الاصوات العشوائيه اللي هو يقعد يطلع اصوات ملهاش معنى. ملهاش اي معنى بس اصوات. ده بيدلك على ايه؟ يعني انت كأم او كأب او كأخصائي طفل مام من الحاله دي بالترتيب ده يبقى طفل طبيعي، يبقى طفل طبيعي. لو ما عملش الحاجه دي بالترتيب ده يبقى مش طفل طبيعي. خلاص؟ يبقى هو ده التصنيف اللي احنا هنمشي عليه، هو ده اللي هيبقى معتمد هنا هنا. بالمراحل دي يعني الطفل التوحد ما يعملش حاجات بالترتيب ده؟ ما بيعملش. ومن حاجات تانية بقى بنسأل، لا لا سيبك التركيز، لسه هو بيبي مش عارف انت بيركز ولا لا. في ان هو لما يجي نايم في اطفال في سن معين بيرفعوا راسه كده. دول ما بيرفعش راسه. التوحد ما بيرفعش راسه؟ يتقلب. ويتأخر العقل وكل الإعاقات دي. يعني هو لما ينفع راسه مثلا كده وهو شهرين يجي يعمل كده. ده شوفي حاجات بسيطة. احنا بنقول ده لا ده دليل تاني. يعني عنده لا مبالاة كده. مفيش. مين يجي يرفع ما بيعيطش كتير. عارفة الطوبة اللي تحطيها زي ما تحطيها زي ما تحطيها. بس ده بيرفع راسه. بيعمل الجذع بتاعه الاثنين فوق كده تمام على بطنه. تمام. كم شهر يبص عليه كده؟ يبص يبتدي يبص امتى؟ يتقلب في السرير وبعدين يقع بقى وكده. يبتدي يبص امتى؟ يركز معايا. خلينا هنا الاول تمام؟ الحاجات دي بص بص على فكره انت واحد عشان ما علشان والاعقاد العقليه ما تلخبطيش نفسك وما تاخديش مادتين في وقت واحد. نصيح ما تاخديش تعديل سلوك مع تخاطر. ما تاخديش توحد المعلومات هتدخل في بعضها والخاسر الوحيد هو انت. تمام؟ خلي التوحد والاعاقات العقليه والحاجات دي في وقتها. وخلينا دلوقتي في ايه؟ في دي. ما تحاوليش تدخلي نفسك مدرسه. تمام؟ قلنا الاصوات العشوائيه شهرين لثلاث شهور، المناغاه اللي هي اغاه كده ماشي؟ المناغاه من ثلاث لاربع شهور، المقاطع المتشابهه اربع لثمان شهور. زي ايه مقاطع متشابهه؟ باب 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 ما 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 تيتا تيتا كده الحاجات دي. تمام؟ خلاص دي؟ يبقى انتوا طفلك لو عمل الحاجات دي يبقى طفل ايه يا جماعه؟ نعم. نعم خير. عنده صعوبات تعلم. عنده صعوبات تعلم فعلا. طب ايه رايك لو عملت كده؟ لو عملت كده تمام. طيب اتفضلوا كده اتفضلوا اكتبوا. عايزه الحاجات دي تتحرك. دي تكمله للنساء. دي تكمله. Thank you.
لما الطفل بيوصل من 5 لـ6 شهور بيبدا ينطق مقاطع مختلفه، مقاطع مختلفه، مثلا زي بدل ما يقول باب 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 مثلا يقول اسم حد بس اسم ايه مفصل، يقول مقطعين ورا بعض مش شبه بعض. تمام. الكلمه البدائيه من ايه؟ من 6 إلى 8 شهور. كلمه بدائيه زي ايه؟ زي امبو، ماشي، الحاجات، الكلام، الهم، كلام بدائي، كلام بدائي ماهوش كلام حقيقي. بس كلام مختلفه اللي هي زي ايش؟ يعني ممكن يقول كلمة، يعني بدل ما يقول باب 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 دي مقاطع متشابهة. ايه؟ لا مختلفة. طب ما أي حاجة مختلفة يعني هي مقاطع مختلفة بس تيتا يعني مثلا ايه؟ تيتا مختلفة، تيتا مش مختلفة، أي مقاطع مختلفة، أي كلام مختلف عن بعض. تمام؟ كلام يوناني يعني ما بيتكلموش معاه. الكلمة البدائية اللي هي أم وهم والحاجات دي. تمام؟ هي بتعبر عن حاجة معينة بس مش كده. طبعا هو مش هو اللي متعلمها، احنا اللي معلمينها. الكلمة الحقيقية من 8 لـ12 شهر. ممكن تبقى لا. لا. ايه؟ لا لا. كلمة لا يعني. لا. اه. هات. قط. قد. قطة. بطة. الحاجات السهلة دي الظريفة اللي هما بيحبوها أصلا. بيحبوا كام؟ أيوه بيحبوا الحاجات. تمام؟ اه. الجملة البسيطة من 7 لـ18 شهر. جملة بسيطة يعني جملة بسيطة. أنا مثلا نقار. اه لا باي وباي وأمبو والحاجات دي كلها الحاجات دي مثلا يقول أنا مثلا اسمه بس هيقول مكسر بس يقول اسمه. جملة من إيه؟ من مقطعين بس. الجملة المركبة من 18 مثلا انا محمد انا واسمه اي اسم بقى اللي هو اسمه. تمام. الجملة المركبة من 18 شهر لازم يكون جملة مركبة لازم والا يبقى عنده تأخر لغوي تأخر لغوي. تمام. الجملة المعقدة زي انا هروح لتيتا عشان كذا كده. جملة معقدة، جملة فيها حاجات وأفكار وكلمات. تمام؟ خلاص كده؟ ده كده المركبة ده إيه؟ معلش عشان أعرف كده بنسأل المركبة زي إيه؟ الجمل المركبة زي جملة مركبة مثلا من أنا بحب بابا. لكن الجملة المعقدة اللي هي جملة يعني عارفة مركبة يعني فيها حاجات معقدة بس مش كتير. المعقدة بقى اللي فيها أفكار وفيها كلمات وفيها تركيبات انا بقى زينا مثلا اقرب منهم زينا كده كده عادي كده معقده ايوه خد المركبه على اثنين فقط والمعقده على شويه مركبه يعني عارفه انت بتتكلمي جمله المعقده دي ايوه المعقده دي بيبقى فيها افكار وفيها كلمات في نفس الوقت فمعقده يعني كلام زينا اتكلم بقى زينا يعني اتكلم زينا خلاص كده
خلاص يا جماعة؟ طيب احنا هنتكلم دلوقتي. احنا عرفنا مراحل تطور اللغة عند الطفل. يعني احنا عرفنا دلوقتي ازاي الطفل بيبقى طبيعي. تعرفي ازاي ان الطفل طبيعي؟ تقعدي مع مامته تقولي لها هو عنده كذا عمل كذا وعنده كذا عمل كذا كده. عرفتي ان هو تطوره طبيعي. قالت لي لا وما حصلش والكلام ده، تعرفي ان في تأخر لغوي عنده. الخطوات الإجرائية للتشخيص بدأنا في تشخيص. بدأنا في التشخيص. الخطوات الإجرائية لتشخيص اضطرابات النطق والكلام. أول حاجة في الإجراءات الخطوات الإجرائية البحث الاجتماعي. البحث الاجتماعي. هتعملي بحث اجتماعي عن حالة الطفل. وهنقول دلوقتي إزاي. هتعرفي بيت الأم والأب وكده. الأم أو الأب الاثنين مع بعض اللي عايش معاه الطفل. ما نفرض إن الأم والأب تبقى. نفرض الأب والأم والأب سافرهم. واللي عايش وعايش مع تيتا، عايش مع جد، وعايش مع عمته. انا جت لي حاله عايشه مع عمته، وعمته هي اللي بقت تقول له كل حاجه. يعني عادي اللي هو موجود معاه بيقول لها. اكتر واحد هيبقى عارف ان انا بيبقى مخلص. ايوه. يبقى البحث الاجتماعي بيشمل استنوا ما تكتبوش الجمل. البحث الاجتماعي بيشمل ايه؟ بيشمل هو كبير ولا صغير، شاكين وسنه، ايه اللي حصل في بيته، ايه في سنه كام، وكل الحاجات. الورقه دي احنا بنعملها ولا في بتبقى معلومات عندي؟ هتجيلكم مجموعه، هتجيلكم انا هجيبلكم مجموعه مره ثانيه. الشهر الجاي الشهر تمام؟ هتكتبي وانا اضيلك عليها مثلا؟ لا يعني قصدي الورقه دي انا الشغل ده ما نعرفش ارتب ايه. انا هجيب لك الورقه بتاعت البحث وهجيب لك كمان جدول. بس الجدول ده يعني جدول للي انت هتعمليه مع الطفل. الجدول ده مرن. مرن يعني ايه؟ يعني حضرتك حسب الحاله اللي عندك هتبدلي الصغير. بتختلف. انا هجيب لك حاجه خطوط العامه. الخطوط العامه تمام؟ اللي انت هتمشي عليها في تدريبك للطفل. بتتغير على حسب ما انت شايفه الخط وشايفه حالته. تمام؟ لان من اهم صفات الاطفال انه يكون مرن يا جماعه. مرن يعني ايه؟ حسب الحاله اللي عندك. تمام؟ الفحص الطبي مش انت اللي بتقوم بيه. الفحص الطبي الطبيب. تمام؟ الفحص النفسي الاخصائي النفسي. تمام؟ التقييم الاكاديمي بتسال فيه المدرس. يعني حضرتك اخصائي بتتصل بتتكلم المدرس بتوعك، بتدرسونه في المدرسه، اخباره ايه؟ عامل ايه؟ كل الحاجات. ده ليه حالات صعوبات التعلم؟ لا احنا مش في صعوبات التعلم خالص، احنا دلوقتي في التخصص. طب امال هي هيبقى دخل مدرسه اصلا؟ اه طبعا. في يبقى في المدرسه عندنا كتير. بصي يا حبيبتي التخاطب مش بس ان هو ما اتكلمش والحاجات. التخاطب ممكن يجي لي يعني في شباب بيجوا عندنا في شرطه، شاب كبير عنده مشكله في الرد، عنده مشكلة في نطق الرن، مش هيدخل الكلية، عايز يدخل شغل، بيجي انا اعدل له الرن ويروح يدخل عادي. فايه المشكلة؟ فانت حبيبتي بيجي لنا ناس في ثانوي وناس في اعدادي، وانا عندي ناس كبار وناس صغيرين واطفال النوم كله بيجي. فانت اخصائية معرضة لكل الحالات دي، تمام؟ التقييم طبعا خاص الحضارة. تقييم الكلام. التنبؤ مستقبل الحالة برضه حضارة. وضع برنامج علاجي حضراتكم، تقييم البرنامج حضراتكم. خلاص؟ التقييم الاكاديمي قلنا ايه؟ الدراسه الاكاديمي اللي هو الدراسه. يعني حضرتك اخصائيه تقولي لمامتها كلميني المدرسه اللي عارفه. تمام؟ هتكلمي المدرسه يبقى في توافق. اخباره ايه النهارده؟ منطوي كده. ما يمكن سبب عنده سبب التأتأة أو التهتأة أو اللجلجة أو العسمة إن هو سبب من المدرسة. ممكن المدرسة بتخوف كده. أه بيخلي تضرب. أه بتحصل المدرسة. حصل معانا. طيب قبل التشخيص خالص. قبل التشخيص. تمام؟ قبل التشخيص أسرار. أسرار
أسرار لازم تبقوا عارفينها، تمام؟ أول حاجة لازم تبقوا عارفينها، أنت كأخصائي، حضرتك كأخصائي ما تاخدش كلام الأم والأب مسلم بيه، ماشي؟ دايما خالص خالص. يعني الأب يجي كتير بقى عندي حالات كتير، والله ده عنده بس حاسين كده عايزين يتظبطوا، تيجي تتكلمي معاه تلاقي والله الحاجات دي حالات كتير. دايما الاب والام بيبصوا لك الحاله يحسبوا ان دي حاجه حلوه، لا مش حاجه حلوه، انت بتضر ابنك. وبعدين انا بكتشف، انت هتيجي تقول لي الكلام ده انا بكتشف لان انا بقعد معاه، هو فكر ان انت هتقول لي كده خلاص، لا. يبقى اول ما تاخدش كلام الام والاب ايه مسلم بيه او سبهم زي ما هو مكتوب، ماشي؟ ما تاخدوش الكلام من الطفل، ما تاخدوش الكلام من الطفل او من الكبير، هو اللي هو ايه الحاله نفسها، تمام كده يا جماعه؟ خلاص. عدم تلبيس طلبات الطفل الا بعد ان يقوم بتبطيل وعدم اظهار الاهتمام لما فعل، تقييم الخطوات الاجراميه لتشخيص استمرار في الاثر الهدف. يعني ايه؟ يعني انت كل ما تعمل اجراء مع الطفل معايا ولا اسكت؟ طيب ماشي. عدم اهتمام